السلام عليكم. إن شاء الله بهذا الفيديو راح أشرح عدة أسئلة على موضوع الراديو الأند ترانسفيرز غير مشروحين سابقا، واللي هي فكرة هسه هم موجودين بالدوسية كطريقة حل، ولكن مش موجود كيف أحل. موجود عندي بالدوسية كان R بدلالة T، كنا نشتقه مباشرة، مشتقه مباشرة وخلص. طيب وكنت كاتب لك بالدوسية إذا R بدلالة ثيتا استعمل المعادلة كذا كذا. هسه أنا ما بدي إياك تكون حافظ، بدي إياك تكون فاهم. هسا احنا عادة بالرياضيات او يعني بالفيزيكس او الداينامكس يعني عندنا الموضوع التالي واللي هو الاشتقاق. هسا لما احنا نيجي نحكي عندي مثلا مشتقة اي عنصر بالحياة، اي اشي بالحياة بالنسبة للزمن بنسميه مثلا لو انا قلت دي ار على دي تي، فانا اشتقيت ار بالنسبة لتي، فاي اشي بشتقه بالزمن بالنسبة للزمن بحطه دوت، بحطه دوت، فار دوت. فالمشتقة الثانية دي تربيع ل R على دي تي تربيع شو بتساوي؟ R دبل دوت. ليش؟ لأني أنا مشتق بالنسبة للزمن. طيب فعرفنا إنه كلمة R دوت و R دبل دوت هي معناها المشتقة بالنسبة للزمن. طيب بس لما نيجي إحنا نحكي عن في R تساوي R دوت، فبالتالي أنا اشتق R بالنسبة للزمن، وفي ثيتا هي R ثيتا دوت، اشتق ثيتا بالنسبة للزمن. AR كنا نحكي R دبل دوت ناقص R ثيتا دوت تربيع، و A ثيتا بتساوي AR ثيتا دبل دوت، يعني بتشتق ثيتا بالنسبة للزمن مرة ثانية، زائد 2 R دوت ثيتا دوت. فكل شغلنا مثل ما احنا ملاحظين انه بدنا نشتق بالنسبة للزمن، ولا في شيء بشتقه بالنسبة لثيتا. فشو بسوي هسه؟ بسوي القصة اللي بدي اعملها هسه، واللي هي هسا احنا لو كنت نعطيني اقتران ار بدلاله ثيتا صار نحل كثير امثله على هذا الموضوع. تمام؟ فانا هسا بحكي لو بدي اشتق دي ار بالنسبه للزمن ما بينفع، لانه هذا ثابت. راح تقول لي صفر، بقول لك لا مش صفر، فان بالرياضيات عندنا التشين رول، قاعده السلسله، واللي هي كان انا الاقتران تبعي ار بدلاله ثيتا بقدر اقول دي ار على دي ثيتا بضربه في دي ثيتا على دي تي. هي قاعده السلسله، واي اشي بالنسبة للزمن قلنا عنه دوت، فبالتالي مكان هاي شو بسوي؟ بسوي ثيتا دوت. اها معناته هاي اذا بدي اوجد مين؟ ار دوت. طبعا هذا كله شو بيساوي؟ ار دوت. فكيف جبت انا ار دوت؟ جبتها من وين؟ جبتها من المعادلة قاعدة السلسلة. طب لو بدي المشتقة الثانية اللي هي ار دبل دوت، فبحصل ضرب اقترانين، الاول في مشتقة الثاني دي ار على دي ثيتا، مشتقة الثاني ايش؟ ثيتا دوت. شو مشتقته؟ ثيتا دبل دوت، زائد الثاني في مشتقة الاول. شو مشتقة الاول؟ الثاني شو هو؟ ثيتا دوت. شو مشتقة الاول؟ هي المشتقة الثانية دي ار على دي ثيتا، المشتقة الثانية، ولكن بدي ارجع اطبق لها قاعدة السلسلة واضربها بمين؟ بثيتا دوت، اللي هي دي ثيتا على دي تي، لان انا مشتق زي كده مشتق مرة ثانية. فبالتالي ثيتا دوت وثيتا دوت، فبتصفي ثيتا دوت تربيع. هاي هي فكرة الار والثيتا في حالة كان عندي، في حالة كان عندي ار بدلالة ثيتا. طيب بتمنى أن وصلت الفكرة. هذا القانون الأول وهذا القانون الثاني. طبعا القانون موجود بالدوسية بس مش موضح كيف أجا، فهي أنا وضحت لكم بشتق ار بالنسبة للثيتا، بعدين يعني بشتق هاي. أمورنا بالسليم إن شاء الله، أمورنا بالسليم. طيب خلينا نشوف الأمثلة. خلي هذا المثال شوي، خلينا نشوف أمثلة معينة. خلينا نجي لهذا المثال. هذا المثال البسيط والسهل. هذا المثال بيقول لي a car is traveling along the circular gear with r 300 feet at the instant shown the angular rate of rotation، يعني اللي هو فعليا اللي هي السرعة. بيقول لي theta dot 0.4 which increasing of the rate theta double dot. يقول لي اوجد الماجنيتيود فلوس للفيلوسيتي والاكسلريشن باللحظه هاي، يعني هو بده الفي وبده الاي. لما يقول لي بدي في، واحنا بنشتغل في درس الراديال والترانسفيرس، فانا بقول الفي هي جذر التربيعي لفي ار تربيع زائد في ثيتا تربيع، والاي هي جذر تربيعي لاي ار تربيع زائد اي ثيتا تربيع. طيب معناته لازم اطلع في ار في ثيتا اي ار اي ثيتا واوجد الزوايا و و و. طيب باجي بحكي بطلع كمان على الرسمة، هاي الرسمة يعطيني الار ثابت، معناته انا
ما حركة السيارة ما بتأثر عندي إذا كانت على زاوية مختلفة، نصف القطر راح يظل ثابت. فبالتالي أنا شو بحكي؟ بحكي إنه الـ R هي constant 300، فبالتالي الـ R dot بدها تساوي صفر، والـ R double dot بتساوي صفر. طيب يعطيني ثيتا دوت 0.4 والثيتا دبل دوت 0.2. طيب في ار هي ار دوت صفر، في ثيتا ار ثيتا دوت معي. طب تقول لي ثيتا بستعملها، بقول لك ما بستعمل ثيتا لانه انا بالقانون تبعتي ما بستعمل ثيتا. متى بستعمل ثيتا؟ اذا كان الدرس ار بدلاله ثيتا فقط، او اذا اعطاني اقتران الثيتا اقدر اطلع منه الزمن اللي اقدر احسب منه زي سؤال الدوسيه. اي ار هاي اي ار باي اي ثيتا، بعدين راح اوجد المحصله سواء للفلوسيتي او للاكسلريشن. المفروض اطلع الزاويه كمان، المفروض اطلع الزاويه. طبعا هذا هو محور الار وهذا هو محور الثيتا، وهيك الزاويه بتطلع معي الفا مثلا. طيب هتصير بدنا شيء اياه، نروح على الاشياء الصعبه. هذا ار دلاله التي بدنا شيء موجود بالدرسيه ومشروح اصلا سابقا. بدنا نجيب اشياء مثلا زي هذا السؤال كثير بجنن. شو قال لي؟ قال لي if the particle position is described by color coordinate معطيني الـ R. طبعا السؤال محلول غلط بالكتاب بس عادي، يعني الجواب صح بس هو المشتق غلط. معطيني R بيساوي 2 ساين ثيتا، معطيني ثيتا نفسها هاي اللي جوا، يعني شو معطيني اياها؟ 4 تي. شو بحكي لي؟ بقول لي اوجد الراديال ترانسفيرس ات تي تساوي 1. طيب ثيتا عند 1 بتساوي 4 في 1 اللي هي 4، ثيتا دوت بتساوي 4، فثيتا دوت عند الواحد كونستنت، فثيتا دبل دوت هي 0. خلصنا من الثيتا، احنا مشكلتنا مين؟ بالار. بس لما بدي اقول ار دوت قلنا بنطبق قاعده السلسله مشان اسهلها عليك، بتشتق الاقتران هذا وبتضربه بثيتا دوت بس. فبتقول 2 والاثنين اللي جوا مشتقته كوساين 2 ثيتا مضروب كامل في ثيتا دوت. عوض او قبل عطوه، خلينا نطلع ار دبل دوت. ار دبل دوت بدها تساوي قلنا يا مطبق قانون عام او حاصل مشتق اقترانين. انا بحب اشتق حاصل مشتق ضرب اقترانين، الاول في مشتق الثاني اللي هو 4 كوساين 2 ثيتا مضروب في ثيتا دبل دوت، زائد الثاني في مشتق الاول. الثاني ايش؟ اللي هو اللي هي راح تكون هذا نفسه، هذا نفسه مضروب في مين؟ قصدي هذا نفسه مضروب في ثيتا دبل دوت، زائد بشتق هذا اللي هو 4 وفي 2 بتطلع بتصير 8، وفي سالب من الساين لانه مشتق الكوساين سالب ساين، بصير سالب 8 ساين 2 ثيتا في ثيتا دوت تربيع. يلا خلينا نشوف ار 2 هاي ار دوت 4 كوساين 2 ثيتا، ثيتا دوت هيها 2 في 2 4. ار دبل دوت شو قال لي؟ قال لي سالب 8 ساين 2 ثيتا، ثيتا دوت تربيع. بس هون شو قال لي؟ قال لي زائد 8 كوساين 2 ثيتا، لا هي هاي 4 مش 8. انا هسه يعني اكتب لي على الكومنتات اذا عندي مشكله بالاستفاق هون، لانه انا صراحه بكل المسائل ما كان عندي ايرور غير بهاي، لانه هو رجع ضرب باثنين ما بعرف ليش، بس هي 4 انا شايفها، حاسس الكتاب مخربط. طيب بس شو بعمل؟ بعوض. شو بعوض؟ يعني هون ركز، الآلي حاسبة بالراديان مش بالدجري، الآلي حاسبة بالراديان. فبقول 2 ساين 8، ليش؟ لأنه ثيتا 2 اس ثيتا 4 بضرب ب 2 8. هون نفس الشيء ثيتا دوت بعوضها 4، وهون 8 مكان هي كاملة، وهون هاي صفر لأنه ثيتا دبل دوت صفر عشان هيك ما فرق الحل. وهون عوضت طلعت الآرات كلها وخلص. بس ان كان هذا في تعرف كيف تشتق، هيو هذا حله كامل يطلع بالتفصيل زي ما هو محطوط. هذا السؤال سهل برضه، يعني هي بس سؤال كيف تشتق. خلينا نشوف الاسئله الاصعب. يعني مثلا عندنا اذا مش هذا برضه هذا سهل. دقيقه في اعطيكم فكره، بدي اعطيكم فكره انه لو كان عندي الار زي هيك اقتران يعني 0.4 في ثيتا، لا تقلب حالك تطبق القانون اللي اعطيتك اياه هسه، مباشره ار دوت 0.4 ثيتا دوت، وار دبل دوت هي 0.4 ثيتا دبل دوت. ليش؟ لانه احنا قلنا
دي ار عدي ثيتا في ثيتا دوت. فهذا شو مشتقته؟ دي ار كدي ثيتا، بس دي ار عدي ثيتا هي 0.4، والمشتق الثاني له هي صفر. فبالتالي بالقانون اللي طبقته مرة نفسه في ثيتا دوت، مش هيك القانون؟ وهذا شو نفسه بيكون مضروب في ثيتا دوت تربيع زائد اللي هي دي ار دي ثيتا اللي هي 0.4 ضرب ثيتا دبل دوت. هيك كان القانون. فبالتالي بصف عندي ايش؟ اللي انا كتبتهم هذول. فوفر حالك، وفر حالك وقت بالامتحان احسن ما ضلك تفكر بالقانون. لو كانت ار بتساوي 0.4 في ثيتا، اشتق مره ثانيه مباشره مره ومرتين زي ما انا عملت. هيو زي هيك يعني 0.4 ثيتا 0.4 ثيتا دوت 0.4 ثيتا دبل دوت. قال لي الزاويه 4 باي على 3. نركز، مرات بالامتحانات تكون مثلا هاي زاويه 60، فانا لازم اضربها في باي، اي لا قصدي اضرب اضربها بباي اقسمها على 180 واللي هي باي على 3. لازم تكون بالراد، الزوايا بالراد والآلة حاسبة بالراد. طيب هسه انا ما فيش داعي اني احط آلة حاسبة بالراد، لانه انا اصلا ما في ساين وكوساين، بس طبقت القوانين المباشرة، طبقت القانون المباشرة. انا مش هاي مشكلتي، انا مشكلتي بس اللي دسم شوي. يعني مثلا بس هذا السؤال معطيني ار تساوي نص، لما اعطاني ار بتساوي نص لازم انا اطلع الثيتا، لانه ممكن احتاج الثيتا بشيء ثاني. بس بعض السؤال ما راح احتاج، يعني بس انا كيف بعمل؟ بعوض النص مكان الار وبقدر اطلع الثيتا، بس فعليا ما بحتاجها بالحل. يعني هيو ها ار ثيتا شو بتساوي؟ نص على 0.4، نص تقسيم 0.4 فواحد وربع. بس انا ما اجي خليتهم بالقوانين، ما استعملت الواحد وربع اصلا، ما بحتاجها اصلا. انا الثيتا ما بستعملها الا استعمل هذا الاقتران، هو اصلا معطيني الار جاهزه. يعني بس يعني بحب اقول لكم انه ما تصدموا بالاسئله، في اسئله مباشره او معطيات ما لها داعي. طيب نيجي لهذا السؤال، اقول لكم اتركوا هذا الشيء، مو هذا اصعب سؤال اصلا، غايتي من الفيديو انا اصور هذا. في سؤال عندي جدا 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 مهم. طبعا هذا السؤال سهل، بس ثيتا 60 لازم اخليها باي على 3، لازم اخليها باي على 3. هاي المشتقه اللي انا حكيت عنها، ايوه ركزوا بالمشتقه. طيب هذا السؤال، هذا عليه نجي من يعني صعب، هذا اجى سابقا بالامتحانات. شو بحكي لي بهي المساله؟ تستوتد ارم اي بي كذا كذا كذا، معطيني الار 1.5 ثيتا، او مشتقته سهله، ار دوت 1.5 ثيتا دوت، ار دبل دوت 1.5 ثيتا دبل دوت، ومعطيني ايوه بنركز، والار هي 1.5 ثيتا. هذا اسهل سؤال تيجي كل بوك. تمام، وير ثيتا ان راديان. اوكي بقول لي if the arm start from rest when theta تساوي 60. اها يعني هو معطيني لما الزمن صفر كانت ثيتا 60 درجة واللي هي باي على 3. بيقول لي and its driven velocity، معطيني الثيتا دوت، اقتران الثيتا دوت هو 4 تي. شو قال لي؟ قال لي اوجد الراديو ترانسفيرس كومبوننت كذا كذا لما التي بتساوي 1. اها بده كل شغلي التي بتساوي 1. الطلاب شو بتروح بتغلط؟ بتروح تعوض ثيتا، هون مش في 1.5 ثيتا، بتروح تعوض ثيتا هي باي على 3. هذا الحكي غلط، ما بعوض باي على 3، لازم اعوض ثيتا عند الواحد. هاي ثيتا عند الصفر، اه طب كيف تشيل ثيتا عند الواحد؟ بقول لك سهل، انت لازم تكون فاهم اساسيات شابتر 11، واللي هو احنا بنعرف انه الثيتا دوت هي دي ثيتا على دي تي، ثيتا دوت هي 4 تي، والدي تي بنقولها لعندها تساوي دي ثيتا. بعمل تكامل، بعمل تكامل الزمن من صفر لتي، والثيتا من الانيشيال الصفر قباله باي على 3، هي نبهت عليها زمان، والثيتا هون ثيتا. فبتطلع معك ثيتا ناقص باي على 3 4 تي تكامله 2 4 تي تربيع 2 اللي هي 2 تي تربيع ناقص 0. فبالتالي ثيتا بتساوي باي على 3 زائد 2 تي تربيع. فبالتالي هسه بعوض 1، فبتطلع معي ثيتا الواحد باي على 3 زائد 2، 2 في 1 تربيع اللي هي 2. هاي بعوضها طبعا، بتطلع معي رقم بعوضه هون، والثيتا دوت هيها اللي هي ثيتا دوت عند الواحد بتساوي 4 في 1 اللي هي 4، وثيتا دبل دوت هي قديش؟ 4. فبعوض هون كمان 4 وبعوض هون كمان 4.
خلص معي الثيتا والثيتا دبل دوت والار والار دوت والار دبل دوت، بطبق الاقترانات وخلص. فهي الفكرة جدا مهمة. أيوه هي سلالة التكامل، وحال آخر شيء نطلع في ار في ثيتا اي ار اي ثيتا. طيب بتوقع اني هذول الافكار اللي كنت احكي عنهم الا الفكره اللي انا قلت هسه برجع لها. طيب في كثير اسئله، في كثير اسئله مثلا زي هذا اللي هي الفكره لازم ترجع لها. شو قايل لي؟ قايل لي انه مثلا بحكي لك انه عندك كونستنت سبيد 30، بقول لي اوجد الثيتا دوت اذا الثيتا 30. فاحنا لما يعطيني كونستنت سبيد يعني الفي بتساوي 30. الفي شو قانونها؟ هي جذر التربيع في ار زائد في ثيتا تربيع. قلت له شو بسوي؟ بربع الطرفين 30 تربيع شو بتساوي؟ في ار اللي هي ار دوت لكل تربيع زائد 2 ار دوت ثيتا، لا زائد ار في ثيتا دوت الكل تربيع. هسا الار ايش معطيني اياها؟ ار معطيني اياها، ار معطيني اياها كانه مش بالمساله، بجوز بالمعادله برضه مش معطيني الار. الار معطيني اياها 40 كوساين ثيتا 40. فهمت من الرسمه، هاي الرسمه المثلثات، بس برضه لا هو حالها 2 في 20 كوساين ثيتا. اعطيني ثيتا 30 ار كوساين ثيتا المجاور على الوتر، المجاور 20 الوتر ار. كوساين يساوي المجاور على الوتر، ف ار يساوي 20 على كوساين. هو طلعها بطريقة ثانية صراحة، وديش ادقق عليها، انا بدي اوصل لسلافه. هو جايبها من الرسمه بس مش عارف كيف. كل مستعمل قانون الساين والكوساين انه ار على ساين ثيتا. طيب مش مشكله، ففكرتي اني اربط الطرفين واوجد ثيتا دوت، بس هي هاي السلافه نوجد ثيتا دوت من حل المعادله. من ثيتا معي 30 او بخليها باي على 6 طبعا، وثيتا دوت هي المجهوله. بديش يعني هاي عقدتني. طيب يعني هون مثلا بيقول لي الار 100 كوساين 2 ثيتا، وقال لي كونستنت سبيد. فهون شو عمل؟ هاي الار، هاي الار دوت طبعا زي ما علمتكم، شو عمل؟ عند ثيتا 15 طبعا حول لريديان، هو تلاقيه محول لريديان بس لا غوركم المكتوب هون. تمام، فطلع الار وطلع الار دوت، فالفي ار هي ار دوت، والفي ثيتا هي ار ثيتا دوت. هو فرض زاوية، فرض بديش هالسؤال. في سؤال انا قصدي عنه اللي هو المهم. طبعا هو مطلع زاوية، من الزاوية مطلع ثيتا عادي، هو حر يعني. هو شو فرض؟ فرض انه في ار هي سالب 40 كوساين الفاي، الفاي اللي هي بتعمل لي تان انفرس بيناري. فمن فاي جاب ثيتا دوت. بصير هذا الحكي صح، هذا الحكي صح، بس انا ما بدي احل بالطريقة هاي. انا الفكره اللي عملها هون انه انا يعطيني السرعه 40 زي فيثاغورس، يعطيني السرعه 40 وانا بعرف انه هاي ار في ار هاي في ثيتا. فلما سمالي هاي فاي، فقال لي انه مثلا في ار شو بتساوي؟ 40 كوساين واي، والاشاره طبعا عشان الاتجاه انه بالسالب، والفي ثيتا 40 ساين الفاي. هيك هو عامل يعني بالكتاب، فعامل انه مطلع من معادلتين مجهولين طلع الفاي وبعدين حل. بصير، بس انا بدي اشوف الطريقه اللي هي هاي اللي هو هذا السؤال. حاط علينا نجمد، لا ما نجمد. قال لي اذا الار 10 على ثيتا، 10 على ثيتا يعني ار تساوي 10 ثيتا اس سالب 1. بشكل سريع ار دوت بتساوي سالب 10 ثيتا اس سالب 2 ثيتا دوت.
ار دبل دوت حاصل مشتق الضرب اقترانين، الاول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الاول، والثيتا دوت بتصير تربيع في مشتقة الثاني، هي سالب 2 وسالب 10 20، ثيتا وسالب 3 هاي مشتقته. طيب هسه ممكن محتاج ار دبل دوت، بس لو افرض انا بدا ليش بدي اعتبر حالي نحتجت، لانه في سؤال بالامتحان مراجعه يعطيني الفي 20، شو بقول لي؟ بقول لي احسب في ار وفي ثيتا اذا ثيتا تساوي 1 راد. طيب كيف حل هو؟ طلع الار والار دوت، بس شو السلافه؟ طبعا هم اشتغل بالار دبل دوت، انا ما احتجت مسارة. اللي صار عندي كالتالي، في تربيع طلع لي انه حطهم تحت الجذر، يعني هاي شيل الجذر هون، هي في ار اللي انا حكيتها قبل شوي، في ار تربيع زائد في ثيتا تربيع، وعوض كل واحد اقترانه، يعني الار دوت شو عوض؟ عوض الاقتران، هي 10 تربيع على ثيتا اس 4 في ثيتا دوت تربيع اللي هو ربع هاي ربع هاي. شو طلع معي؟ شو المجهول عندي؟ كونه معي ثيتا، المجهول هي ثيتا دوت، فطلع الثيتا دوت. طيب هو خلاها كلها بدلالة معادلات وبعدين طلع في ار وبعدين عوض، فأنا بقدر أصلا من هون من هاي المعادلة بقدر أوجد ثيتا دوت مباشرة كونه معي ثيتا. طيب اللي صار كالتالي، مرة بإحدى الامتحانات، طبعا هو شو طالب مني؟ يعطيني الفي 20، فأنا كوني طلعت في ار وكوني طلعت في ثيتا بقدر أطلع الدايركشن تبعها واللي هي تان انفرس الفي ار على في ثيتا. في إحدى الفصول كان معطيني نفس هذا السؤال بس تغيير الاقتران، كان معطيني 500 على الثيتا ومعطيني ايش؟ معطيني اللي هاي كونستنت سبيد، ومعطيني الثيتا، ومعطيني ثيتا دوت، يعني مريحني من هذا كلياته. يعني انا اصلا بقدر اطلع في ار وفي ثيتا بدون ما اعمل هذا التخبيص، بس شو قال لي كونستنت سبيد صح؟ فانا شو بسوي؟ بقول انه الاي بتساوي صفر. الاي شو بتساوي؟ صفر، لانه مشتقة لانه السرعه الثابته مشتقته صفر، فصفر شو بيساوي؟ الجذر التربيعي ل اي ار تربيع زائد اي ثيتا تربيع. فثيتا دوت اللي اعطاني اياها ما جاب لي سير اذا كونستنت ولا لا، فانا ما بقدر اعتبرها، كان معطيني ثيتا دوت 0.2، فانا ما بقدر اعتبر انه ثيتا دوت هي كونستنت، فالمشتقه هي صفر. فبالتالي شو بسوي؟ باجي بحل المعادله، اي بتساوي صفر، فربع الطرفين تصير اي ار تربيع زائد اي ثيتا تربيع يساوي صفر. هسه اي ار تربيع فيها ار دبل دوت ناقص ار ثيتا دوت تربيع زائد اي ثيتا واللي هي ار ثيتا دبل دوت زائد 2 ار دوت ثيتا دوت الكل تربيع. هون في عندي ظهر ثيتا دبل دوت مجهول، والار دبل دوت راح يكون فيها ثيتا دبل دوت مجهول، فبالتالي المجهول عندي هون فقط ثيتا دبل دوت. بطلع ثيتا دبل دوت، وبس اطلع ثيتا دبل دوت شو بصير عندي؟ بقدر اطلع اي ار، بقدر اطلع اي ثيتا بسهوله. شو بعمل؟ بقدر اطلع الدايركشن تبعهم، طبعا المحصل لهم صفر، ما في تساوي، هيك المفروض يعني. اتوقع هيك فكره السؤال، وعلى اغلب انها مش كونستنت، خربطه زياده، لانه لو كان كونستنت ما في تسارع، فليش اطلع لهم مركبات اصلا؟ بس هي الفكره ممكن مركبه عكس مركبه، يعني واحده يمين وواحده يسار، يعني هيك راح تكون زاويه 90، ممكن زي هيك. فهذا بيطلع 100 الاي ار والاي ثيتا بيطلع 100، فبصفوا. بس يعطيكم الف عافيه.